الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإتماما لدرس القواعد الأصولية والتطبيقات العملية وإتماما القواعد، أبتدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالقاعدة التاسعة عشرة. القاعدة التاسعة عشرة: النادر يدخل في العموم. قد تنازع الأصوليون في دخول النادر في العموم، وعلى أصح القولين أن النادر يدخل في العموم. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جاء لفظ عام والأفراد الذين يشملهم هذا اللفظ العام تتفاوت في شهرتها، فمنها ما يكون فردا مشهورا وشائعا فهو داخل في هذا اللفظ العام، ومن الأفراد ما يكون وقوعه ما يكون نادرا، إما من جهة الوقوع أو غير ذلك. فقد تنازع الأصوليون في هذا النادر، هل يدخل في العموم أو لا يدخل؟ وأصح القولين، هو أحد القولين عند الأصوليين، ورجحه ابن السبكي في كتاب الإبهاج ورجحه غيره، أن النادر يدخل في ألفاظ العموم، بما أن اللفظ العام شامل له. والدليل على هذا ما تقدم ذكره من حجية اللفظ العام. التنبيه: هذه القاعدة يدخل فيها المطلق. تنبيه: هذه القاعدة شاملة للمطلق وليست خاصة بالعام. فالقول في دخول النادر في ألفاظ العام وخلاف الأصوليين في ذلك يشمل اللفظ المطلق أيضا. هل اللفظ المطلق يكون مطلقا وقابلا حتى للنادر أم لا؟ وعلى أصح القولين كما تقدم أنه يكون مطلقا حتى للنادر. ومن الأمثلة على دخول النادر في لفظ العام أن العلماء تنازعوا في طهارة جلد الإنسان إذا دبر، هل يدخل في عموم حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم؟ يقال على أصح القولين أن الدباغ إنما يطهر ما تحله الذكاة، أي ما يؤكل لحمه، لفتاوى الصحابة كعائشة رضي الله عنها وغيرها. فإذا لا يدخل جلد الإنسان ولا غيره من النادر وغير النادر مما لا يؤكل لحمه، لا لأنه نادر، وإنما لدليل خارجي، ولولا الدليل الخارجي لا دخل النادر في عموم حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر. القاعدة العشرون: لا يدخل في العموم ما لم يكن مقصودا. وهذه القاعدة قاعدة مهمة للغاية، وتتضح أهميتها بعد فهمها ومعرفة أمثلتها. المراد بالمقصود أي ما دل عليه الكلام بسابقه ولاحقه، فإن ما عدا ذلك لا يدخل في لفظ العموم. وقد توسع في ذلك الظاهرية، وبمجرد أن يجدوا لفظا عاما اطردوا عمومه وتوسعوا فيه ولم ينظروا إلى سابقه ولاحقه. وقد عاب عليهم ابن رجب هذا الصنيع، ويتضح هذا بذكر بعض الأمثلة. المثال الأول: قال تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. استدل بقوله تعالى وكلوا واشربوا على جواز أكل كل مأكول اختلف في حله،
قالوا إن الله يقول وكلوا واشربوا، إذن نأكل كل شيء ونشرب كل شيء ما لم يأتي نهي خاص عنه. يقال هذا تأصيلا صحيح، لكن الاستدلال بالآية لا يصح، لأن الآية لم تسق في مساق بيان ما يجوز أكله مما لا يجوز أكله، وإنما سيقت في مساق إباحة الأكل والشرب ليلا للصائم، فإذا لابد أن يراعى السابق واللاحق. مثال ثاني، أخرج السبعة من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم الحديث. قال بعضهم قد قال فليؤذن أحدكم ولم يأمر السامعين أن يجيبوا المؤذن وأن يرددوا معه، فدل هذا على أن ترديد الأذان ليس واجبا، ويريدون بهذا أن يصرفوا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، قوله فقولوا، فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. يقال أصح قولي أهل العلم هو الذي عليه الجمهور أن الترديد مع المؤذن ليس واجبا، لكن لا يصح أن يستدل بحديث مالك بن حويرث، فإن حديث مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم لم يسق لهذا المساق، وإنما سيق لبيان أنه إذا جاء وقت الصلاة فاحرصوا على الأذان واحرصوا على أن يصلي أكثر، وأن يصلي أكثركم قرآنا وأكبركم سنا على حسب ما دلالات الحديث والأحاديث الأخرى. فالمقصود أنه ما سيق لأجل هذا المساق. مثال ثالث، أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حطت، وهي تحكي حالها في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، حالها في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال بعض أهل العلم دل هذا على أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، فيقال أنه على أصح قولي أهل العلم يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لكن دلالة هذا الحديث على ذلك فيه نظر، فإن الحديث لم يسق لهذا المساق، وإنما سيق لبيان أنها تفعل أعمالا من الحج دون أعمال أخرى، فبين لها أن تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت وما تعلق به. فإذا هذه قاعدة مهمة ينبغي أن تفقه وأن تعرف وتنبني عليها مسائل كثيرة. القاعدة 21، يدخل المتكلم في العموم. إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة بلفظ عام فإنه يدخل في هذا اللفظ العام، ويدل لهذا دليلان. الدليل الأول أنه بمقتضى دلالة العام وحجيته أن يدخل فيه كل فرد من أفراده، والدليل الثاني أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فاعترض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال أيكم مثلي الحديث. وجد دلالة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الخطاب، لذلك اعترضوا بأنه يخالف ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد خالف بعضهم في هذا وقالوا من تكلم بلفظ العام فإنه لا يدخل فيه كقوله تعالى الله خالق كل شيء، وهذا فيه نظر، وذلك أن ربنا سبحانه
أن الله سبحانه لم يدخل في قوله الله خالق كل شيء لأدلة كثيرة. فإذا إذا دلت الأدلة على عدم دخوله في اللفظ العام فهذا خارج مورد النزاع، وإنما البحث إذا لم يوجد دليل ولا قرينة يخرجه من اللفظ العام. القاعدة 22: تدخل النساء في ألفاظ العموم التي هي للرجال. وهذا البحث مهم، وهذه القاعدة مهمة للغاية، ويحتاج إليها كثيرا. وقبل الكلام عليها ينبغي أن يعلم أمران: الأمر الأول أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال العام إجماعا من جهة اللغة كما حكاه ابن الأنباري ونقله الزركشي في كتاب بحر المحيط وأقره. إذن من جهة اللغة لا تدخل، لكن بحثنا ليس من جهة اللغة فحسب، بل بحثنا من جهة الشرع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. التنبيه الثاني: إذا وجد قرينة يدل على أن النساء لا يدخلن في العام فيعمى بالقرينة، أو وجد قرينة تدل على أن النساء يدخلن في لفظ الذكور العام فإنها تدخل فيه. إذا تبين هذا فإن البحث فيما يلي: أولا، ليس في البحث اللغوي من حيث الوضع، بل من حيث المعنى والتغليب كما سيأتي بيانه. وأيضا البحث ليس عند وجود قرينة تدل على دخول النساء في الخطاب أو تدل على عدم دخول النساء في الخطاب. إذا فهم هذا فإنه على أصح القولين أن النساء يدخلن في اللفظ العام للرجال، وهذا من باب التغليب، فغلب لفظ الرجال فدخلت النساء مع الرجال. ومما يدل على ذلك أن الله خاطب النساء بخطاب عام هو للرجال، كما قال سبحانه عن مريم: وكانت من القانتين، وقال: إنك كنت من الخاطئين، وقال: اهبطوا منها جميعا. وقول اهبطوا منها جميعا شامل لآدم وحواء. فإذا النساء يدخلن في اللفظ العام الخاص للرجال، وهذا إذا فهم وضبط احتيج إليه كثيرا وتتفرع عنه مسائل كثيرة. فإن أكثر خطابات الشرع، أو فإن كثيرا من خطابات الشرع تكون بالألفاظ العامة الخاصة بالرجال كجمع المذكر السالم ونحو ذلك، إلا أن النساء يدخلن في ذلك كما تقدم بيانه. القاعدة 23: إذا خصص اللفظ العام فإنما خصص مستثنا وخارج من العموم. والمخصصات نوعان: النوع الأول مخصص متصل، وهو الذي لا يستقل بنفسه كالاستثناء. قال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فإن قول إلا الذين آمنوا لا يستقل بنفسه، فلذا يسمى مخصصا متصلا. النوع الثاني المخصص المنفصل، وهو الذي يستقل بنفسه. ومن أمثلة ذلك قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم الآية. وأخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا مخصص منفصل، بيّن أن المراد الأولاد المسلمين دون الكفار. وهذا المخصص منفصل فإنه يستقل بنفسه. إذن المخصصات نوعان: مخصص متصل ومخصص منفصل. القاعدة 25:
من المخصصات المتصلة الاستثناء، فإن الاستثناء من المخصصات المتصلة، وذلك كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وكما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لما حرمها: ولا يختلى شجرها، قال العباس: إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وهذا استثناء، وهو من المخصصات المتصلة. فائدة: حصل عند الأصوليين خلط كبير في مبحث الاستثناء من جهتين. الجهة الأولى: لم يميز كثير من الأصوليين بين الاستثناء بالمعنى اللغوي والاستثناء بالمعنى النحوي، فإن الاستثناء بالمعنى النحوي هو بإلا وأخواتها، أما الاستثناء بالمعنى اللغوي فهو كقول القائل: أرجو إن شاء الله، أي كقول القائل: إن شاء الله. فإذا قلت: آتيك غدا إن شاء الله، فقد استثنيت، فإن قول إن شاء الله استثناء بالمعنى اللغوي، لكنه ليس استثناء بالمعنى النحوي. أما إلا وأخواتها فهو استثناء بالمعنى النحوي. ووجه الخلط عند الأصوليين أنهم لما بحثوا مبحث الاستثناء وبحثوا الأدلة في ذلك، ذكروا الأدلة من القرآن والسنة وآثار الصحابة في الاستثناء بالمعنى اللغوي، لذلك أوردوا أثر ابن عباس أنه يصح الاستثناء ولو بعد سنة عند قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا من الخطأ الشائع عند الأصوليين، فقد خلطوا بين الاستثناء بالمعنى اللغوي والاستثناء بالمعنى النحوي والأصولي، والذي يدرس في كتب الأصول هو الاستثناء بإلا وأخواتها. وهذا تنبيه مهم ينبغي أن ينتبه إليه، فلا تكاد تجد أصوليا إلا وقد أخطأ في هذا، وقد نبه على هذا الخطأ القرافي في شرح تنقيح الفصول، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله المرداوي في كتابه التحبير. التنبيه الثاني أو الفائدة الثانية: ذكر الأصوليون للاستثناء شروطا، منها ألا يستثنى الكل من الكل، ومنها ألا ينقطع الكلام إلى غير ذلك. فعندهم لو أن رجلا قال: أعطيك 10 ريالات إلا 10 ريالات، لم يصح، وهذا لا يصح لغة بإجماعها اللغة، قالوا إذا لا يصح هذا الاستثناء. وعندهم أن لو انقطع الكلام وتغير لم يصح هذا الاستثناء، إلى غير ذلك من المباحث ومن الشروط التي ذكروها في الاستثناء. وفي ظني والله أعلم أن هذا لا يصح، لأن البحث في الاستثناء عند الأصوليين هو الاستثناء في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمتى ما وجد الاستثناء في كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم صار حجة، ولا يصح لأحد أن يقول إنه لم ينوي الاستثناء، أو أن هذا من استثناء، أو أن هذا اختل فيه شرط كذا أو شرط كذا. وإنما البحث بالنظر إلى الشروط هذا في الاستثناء في كلام الناس، والأصول لا يبحث كلام الناس، وإنما يبحث في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبهذا نعلم أن ما ذكروه من الشروط في الاستثناء لا يصح أن يلتفت إليه ولا أن يعول عليه، لأن البحث عند الأصول هو في دراسة الأدلة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ومتى ما وجد الاستثناء في كلام الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة، ولا ينظر إلى الشروط التي ذكرها الأصوليون. القاعدة 25 من المخصصات المتصلة الشرط، والشرط يخصص اللفظ العام سواء تقدم أو تأخر، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فهذا شرط متقدم، وهو قوله فإن تابوا، فإنه شرط متقدم. ومفهوم المخالفة إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم. إذن هذا تخصيص متصل وهو الشرط وهو متقدم. أما مثال ما تأخر من الشرط كقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقوله إن علمتم فيهم خيرا هذا شرط متأخر، إذن لا يصح أن يكاتبوا إلا إذا علم فيهم خيرا، فإنه لولا قوله إن علمتم فيهم خيرا لكتب الجميع مما يعلم فيه خير ومما لا يعلم فيه خير، لكن بهذا المخصص المتصل استثني من لا يعلم فيه خير. القاعدة 26 من المخصصات المتصلة الصفة، والمراد بالصفة كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، سواء كان نعتا أو بدلا أو حالا. فإذا معنى الصفة في هذا المبحث عند الأصوليين يختلف عن معنى الصفة عند النحويين، فمعنى الصفة عند الأصوليين هو بمعناه عند اللغويين لا بمعناه عند النحويين. ومن أمثلة ذلك في النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فلولا قوله المؤمنات لشمل المسلمات والكافرات، لكن قوله المؤمنات خصص، فهو من النعت وهو تحت قسم الصفة بالمعنى اللغوي. ومن أمثلة ذلك في البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلولا قوله من استطاع إليه سبيلا لكان حج البيت واجبا على الجميع، لكن لما قال من استطاع إليه سبيلا خصص ذلك بالمستطيع وأخرج غير المستطيع، وهذا بدل لكنه تحت الاستثناء المتصل وهو الصفة بمعناه عند اللغويين والأصوليين. ومن أمثلة ذلك في الحال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قوله متعمدا هذا حال، لولا هذا لا دخل في الوعيد المتعمد وغير المتعمد، لكنه استثناء متصل من الصفة من أمثلة الحال، فبهذا يعلم أن هذا الوعيد المتعمد دون غيره. القاعدة 27 من المخصصات المتصلة الغاية، وقد ذكر هذا المرداوي في كتابه التحبير والزركشي في كتابه البحر المحيط، والمراد بذلك إثبات الحكم إلى الغاية ونفيه بعد الغاية، كقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
فلولا قوله سبحانه حتى يتبين لكم لجاز الأكل والشرب مطلقا، لكن قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر جعل جواز الأكل ممتدا إلى التبين، ومعنى هذا أنه بعد التبين يمنع الصائم من الأكل والشرب، وهذا هو الغاية، وهذا هو المخصص المتصل الذي يسمى بالغاية. ومن حروفه حرف حتى وإلى، ذكر هذا الزركشي في كتابه البحر المحيط، وزاد المرداوي في كتابه التحبير وقال ما دل على معنى أحد هذين الحرفين من الحروف فإن له حكمه، مثل حرف اللام في قوله تعالى بأن ربك أوحى لها أي إليها. وبهذا ينتهي درس اليوم، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأؤكد على أمر أخواني في علم الأصول نحتاج إلى أن نفهم المعلومة ثم أن نراجعها حتى تثبت ثم أن نحكم تطبيقها على المسائل، وهذا يحتاج إلى مدارسة، أن يتدارس طالب العلم مع نفسه وأن يتدارس مع غيره وأن يكثر الأمثلة حتى ترسخ قدمه. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإكمالا لقواعد أصولية وتطبيقات عملية ولذكر القواعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر القاعدة 27، وفي هذا الدرس أكمل إن شاء الله تعالى بذكر القاعدة 28. القاعدة 28 من المخصصات المنفصلة تخصيص الكتاب بالكتاب. تقدم أن المخصصات نوعان، النوع الأول المخصصات المنفصلة وهي ما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة والغاية، وتقدم ذكر القواعد والأمثلة والتطبيقات على هذا النوع. والنوع الثاني من المخصصات المخصصات المنفصلة وهي ما تستقل بنفسها كما في هذه القاعدة من تخصيص الكتاب بالكتاب، فإن تخصيص الكتاب بالكتاب أي تخصيص القرآن بالقرآن من المخصصات المنفصلة. ومن ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ظاهر هذه الآية أن كل من طلقت فإنها تتربص ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض على الصحيح، إلا أن الله سبحانه خصص ذلك بمن لم يمسها زوجها، فإن من لم يمسها زوجها لا تعتد هذه العدة بخلاف من مسها زوجها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا من لم يمسها زوجها فهي مخصوصة من التربص بعد طلاقها ثلاثة قروء. فإذا هذه الآية خصصت قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومعنى المس أي الخلوة لا الجماع، هذا على أصح قولي أهل العلم، وقد ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي، وثبت عن غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا مثال على تخصيص الكتاب بالكتاب أي على تخصيص القرآن بالقرآن،
القاعدة التاسعة والعشرون من المخصصات المنفصلة، تخصيص الكتاب بالسنة، أي أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصص القرآن، وهذه من المخصصات المنفصلة. ومثال ذلك قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فعموم قوله تعالى أولادكم يشمل الولد المسلم والكافر، لكن بينت السنة أن الولد الكافر لا يرث. ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا هذا العموم خصص بهذا الحديث، فهذا مثال على تخصيص الكتاب أي القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعند مراجعة كتب أصول الفقه فإنهم قسموا السنة إلى قسمين: القسم الأول السنة المتواترة، فحكى العلماء الإجماع على أن السنة المتواترة تخصص القرآن، وممن حكى الإجماع ابن قدامة وابن مفلح وغيرهما. والنوع الثاني السنة الآحاد، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن السنة الآحاد تخصص القرآن، بل حكاه ابن قدامة إجماعا في كتابه روضة الناظر. والصواب في هذا أن يقال: كل ما ثبت أنه حجة فيخصص الحجة، والسنة المتواترة والآحاد حجة، فإذا تخصص القرآن. تنبيهات: التنبيه الأول، لا يوجد في كلام السلف تقسيم السنة إلى متواتر وأحاد بهذا المعنى الاصطلاحي المشهور عند المتأخرين الذي أخذوه من المتكلمين، والذي أول من ذكره في كتب علوم الحديث ومصطلح الحديث الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية. ولو أحب أن أطيل في مثل هذا لأن هذا ليس موضعه، وقد فصلته في شرح نخبة الفكر. إذن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد أمر حادث لا يعرف العلماء الأولون، فإذا قالوا إن العلماء الأولين فرقوا بين السنة الآحاد والمتواتر ورتبوا على ذلك أحكاما ففي هذا نظر ولا يصح. وفي المسألة تفصيل، فإن الأولين قد يطلقون التواتر لكنهم يعنون به المعنى اللغوي المتكاثر، كما قال البخاري في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن، قال هو حديث متواتر. ولابن تيمية تفصيل مفيد في هذا كما في مجموع الفتاوى، وليس هذا موضع الكلام على هذا، لكن يهمني أن يعلم أن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين وعند علماء المصطلح المتأخرين لا يعرف علماء السلف الأولون. التنبيه الثاني، التفريق بين المتواتر والأحاد ليس دقيقا، لأن حقيقته يرجع إلى القوة. فإذا كان كذلك فيلزم على هذا أيضا أن يقسم الأحاد نفسه، فإن الأحاد ليس على درجة واحدة، منه ما هو قوي ومنه ما هو أقوى إلى آخره، بل والمتواتر نفسه ليس على درجة واحدة على المعنى الصحيح عند علماء الحديث الأولين، بل هو على درجات. لذلك لا ينبغي في ظني والله أعلم أن يلتفت إلى مثل هذا، ويلزم على هذا لوازم كثيرة، أن يقسم الآحاد إلى أقسام لأنه متفاوت في قوته، وأن يقسم المتواتر إلى أقسام لأنه متفاوت في قوته. التنبيه الثالث، ينبغي أن يعلم أن وصف الحديث بالتواتر على المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين والمتأخرين من علماء المصطلح لا يوجد له مثال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا ابن حبان في مقدمة صحيحه.
وذكره من الأصوليين ابن النجار في شرح الكوكب، وذكره الحازمي في كتابه شروط الأئمة الستة. فإذا حقيقة الحال أنه لا يوجد متواتر على الشروط التي يذكرها علماء الأصول وعلماء المصطلح المتأخرون من قول ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى، وكان مستندا من حس إلى آخره. القاعدة 30 من المخصصات المنفصلة تخصيص الكتاب بالإجماع، أي أن الإجماع يخصص القرآن، وقد أجمع العلماء على أن الإجماع يخصص القرآن، حكى الإجماع الآمدي وغيره. بل مما أفاد القرافي أن التخصيص بالإجماع أقوى من التخصيص بالنص، قال لأن الإجماع قاطع أي لا يدخل الاحتمالات، وما ذكره القرافي صحيح، وهذا له موطنه، لكن أشير إليه إشارة، وهو أن مزية دليل الإجماع على بقية الأدلة أنه قطعي في دلالته. الإجماع من جهة ثبوته قسمان، إما ظني وإما قطعي، أما من جهة دلالته فهو قاطع، وقد ذكر هذا الغزالي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، أي أن الإجماع قاطع في دلالته، فإذا كان قاطعا في دلالته لا يحتمل معنى آخر، فهو أقوى من تخصيص غيره كتخصيص القرآن بالقرآن، لأن القرآن قد يكون قطعيا في دلالته وقد لا يكون، وكذلك السنة قد تكون قطعية في دلالته وقد لا تكون. فالمقصود أن الإجماع يخصص القرآن. وقد يستشكل مستشكل فيقول كيف يخصص الإجماع القرآن، والإجماع إنما انعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال إن حقيقة تخصيص الإجماع للقرآن أن المخصص هو النص الذي استند عليه الإجماع، ذكر هذا المرداوي في كتاب التحبير، فإنه لا يكون إجماع إلا ويكون مستندا على نص وعلى دليل. فإذا كان لا يصح الإجماع إلا وأن يكون مستندا على نص أو دليل، فإذا الذي خصص هذا النص وهذا الدليل، لكن وأرجو أن ينتبه لهذا، لا يلزم في الاحتجاج بالإجماع أن نعرف مستنده، متى ما ثبت الإجماع فهو حجة سواء عرفنا مستنده أو لم نعرفه، لكن نحن متيقنون أنه ما من إجماع إلا وهو مستند على دليل وعلى نص. إذن وجه تخصيص الإجماع أنه كاشف، أي أن الإجماع كشف لنا هذه الآية وبين أن لفظها عام لكنها في الحقيقة، لكنها وإن كان لفظها عاما لكنها مخصصة، أو هي من العام الذي يراد به الخصوص، والأمر في هذا سهل. فإذا الإجماع كاشف. وأمثلة تخصيص الإجماع للقرآن كثيرة، أكتفي بذكر مثالين. المثال الأول، قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قوله فاسعوا الواو للجماعة وهي تفيد العموم، فظاهر هذا النص أنه عام في كل أحد سمع نداء الجمعة، حتى إنه يشمل المرأة، إلا أن العلماء مجمعون على أن المرأة غير داخلة في هذه الآية فلا تجب عليها صلاة الجمعة، حكى الإجماع بالمنذر. وأصل هذا المثال ذكره الزركشي رحمه الله تعالى. فإذا الإجماع خصص القرآن. مثال ثان، قال تعالى فإذا قرئ القرآن
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قوله فاستمعوا فعل في سياق الشرط فيفيد العموم، وقد تقدم أن الأفعال تعامل معاملة النكرات، فإذا كانت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم. إذن فاستمعوا عامة بأن يستمع في كل حال، لكن أجمع العلماء على أن هذه الآية في الصلاة، حكى الإجماع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولولا هذا الإجماع لقيل إنه يجب الاستماع حتى خارج الصلاة، لكن هذا الإجماع خصص عموم القرآن. القاعدة 31 من المخصصات المنفصلة تخصيص الكتاب بالقياس، أي أن اللفظ العام في القرآن يخصص بالقياس. ولهذا وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القياس يخصص، وهذا هو الصحيح، وقد عزاه إلى جمهور أهل العلم أبو المظفر السمعاني في كتابه القواطع. وذلك أن القياس الصحيح حجة، والحجة تخصص الحجة. ولتخصيص القرآن بالقياس أمثلة كثيرة، أكتفي بذكر مثال وهو قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كل البيوع مباحة، حتى بيع المكيل أو الموزون من المطعومات مع المكيل أو الموزون من المطعومات بتفاضل وبغير تقابض، فإن عموم قوله تعالى وأحل الله البيع يجوز مثل هذا. لكن الشريعة جاءت بأن الربا يجري في 6 أصناف، كما أخرج مسلم من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. فمقتضى هذا الحديث أن هذه 6 إذا بيعت فإنه يجري فيها أحكام الربا، ولا أريد التفصيل في ذلك، لكن إذا بيع البر مع البر فيشترط فيه التقابض والتماثل، وإذا بيع البر مع الشعير فيشترط فيه التقابض دون التماثل، ولهذا تفصيل في كتب الفقه. وقد جاء الحديث بالنص على هذه 6، وقد أجمع العلماء على أن ما كان في معناها يقاس عليها، حكى الإجماع بن عبد البر، وما في معناها وما في معنى 4 وهي البر والشعير والتمر والملح هو المطعوم الذي يكال أو يوزن على الصحيح. فإذا ما كان من المطعومات يكال أو يوزن فبيع بعضه مع بعض فيشترط فيه التقابض والتماثل، ولو لم يكن من هذه 6 كالبطيخ مثلا عند من يكيله، المعذرة عند من يوزنه، فإنه لا يصح أن يباع إلا بالتقابض والتماثل. والدليل على هذا القياس على حديث عبادة، فإذا هذا القياس خصص قوله تعالى وأحل الله البيع، خصص منه بيع المطعومات المكيلة أو الموزونة كالبطيخ بالبطيخ إلى آخر المطعومات الكثيرات التي تكال أو توزن. القاعدة
الثانية والثلاثون من المخصصات المنفصلة تخصيص السنة بالكتاب، أي أن يكون لفظ السنة عاما ثم يخصص هذا العام القرآن. وقد ذهب أكثر العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن السنة تخص إلى أن القرآن يخصص السنة. وقيل إن لأحمد رواية وهي أن القرآن لا يخصص السنة، ويحتاج تأمل في هذه الرواية وفي ثبوتها دلالة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالمقصود أن القرآن يخصص السنة، لأنه كما تقدم الحجة يخصص الحجة. ومن أمثلة ذلك ما روى النسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، أي حتى يفارق المشركين. فظاهر هذا النص أنه يجب على كل مشرك قد أسلم وهو في ديار الكفار والمشركين يجب عليه أن يهاجر، ولم يفرق هذا النص بين المستضعف وغير المستضعف، بل أوجب على الجميع أن يهاجروا بدلالة أن الله لا يقبل عمله. وقوله لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم، من مشرك نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وأكد العموم بمن، إلا أن هذا العموم مخصص بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وجد دلالة من هذه الآية أن الله ذم من لم يهاجر من المستضعفين، ومفهوم مخالفة من لم يكن مستضعفا فليس مذموما، وهذا المفهوم خصص الحديث وبين أن الحديث في المستضعفين دون من لم يكن مستضعفا ممن هو قادر على إظهار دينه. فإذا خصص عموم الحديث القرآن. القاعدة الثالثة والثلاثون تخصيص السنة بالسنة، وذلك بأن يكون حديث عاما، فيأتي دليل من السنة فيخصص هذا العام. ولهذا أمثلة كثيرة، وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن السنة تخصص السنة، بل ظاهر كلام العلماء أنهم مجمعون على ذلك، وذلك لأن الحجة تخصص الحجة كما تقدم. ومن أمثلة ذلك قال تعالى: ومن أمثلة ذلك ما روى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر الحديث. قوله فيما سقت السماء ظاهره أن الزكاة تخرج من كل مقدار قل أو كثر، إلا أنه ثبت في السنة كما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد ومسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن السنة بيّنت أن ما كان دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه، فهذا خصص العموم في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء. القاعدة الرابعة والثلاثون تخصيص السنة بالإجماع، أي أن الإجماع يخصص لفظا عاما
في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تقدم الكلام على تخصيص الإجماع للقرآن وأن الإجماع كاشف وأنه لا بد أن يكون مستندا إلى نص، ومثل هذا يقال في السنة. فإن تخصيص الإجماع للسنة كثير وله أمثلة كثيرة، أكتفي بذكر مثالين. المثال الأول ثبت عند الثلاثة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قد صح الحديث الإمام أحمد وابن معين وغيرهما من أهل العلم. وظاهر هذا الحديث أن كل الماء طهور، لأن لفظه لفظ عام، فقوله إن الماء الألف واللام لاستغراق الجنس، أي بمعنى كل، أي أن كل ماء طهور. إلا أن هذا العموم مخصص بالإجماع، وهو إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه. وقد حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى. مثال ثان، أخرج السبعة عن مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. فهذا عام في الصلوات كلها، لأن قوله الصلاة الألف واللام لاستغراق الجنس، أي إذا حضرت كل صلاة. إلا أن هذا العام قد خصه الإجماع، فلا يؤذن للعيدين بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر وابن رجب. القاعدة 35، تخصيص السنة أو من المخصصات المنفصلة تخصيص السنة بالقياس. فقد تقدم تخصيص السنة القرآن بالقياس، فكذلك يقال في تخصيص السنة بالقياس، وأن القياس كاشف. ولهذا أمثلة، أكتفي بذكر مثالين. المثال الأول أن الأدلة دلت على أن غير مأكول اللحم نجس في ذاته وسؤره، إلا أنه ثبت عند الأربعة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنما هي مطوفين عليكم الطوافات. فهذا الحديث خصص الهرة بعلة، وهي أنها من الطوافين والطوافات. فكذلك يقال في كل ما هو غير مأكل اللحم وفيه العلة نفسها، فإنه يخصص. ومن ذلك على الصحيح الفأرة، فإن سؤرها طاهر كالهرة، لأنها من الطوافين والطوافات. فإذا القياس خصص السنة والأدلة من السنة على أن غير مأكل اللحم نجس في ذاته وسؤره، لكن بدلالة القياس يقاس على الهرة كل ما كان مثلها. مثال ثان، ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. فقد جاءت الأدلة على صحة حكم الحاكم أي القاضي، وهي كثيرة. ثم جاء
هذا النص في استثناء في تخصيص من كان غضبان أنه لا يقضي ولا يصح قضاؤه وحكمه ويقاس عليه كل ما يشوش الذهن كالجوع وغير ذلك. فإذا بدلالة القياس قد وسع في المخصصات في قد وسع فيما يخصص. هناك أمثلة كثيرة لكن نقتصر على هذين المثالين وبهذا ينتهي الدرس. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإتماما لدرس قواعد أصولية وتطبيقات عملية، فأتم بذكر القاعدة 36. القاعدة 36: يجب العمل باللفظ المطلق من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك كل دليل في الكتاب والسنة يدل على وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على هذا عند الكلام على وجوب العمل باللفظ العام. ومما تقدم أن هناك فرقا بين اللفظ العام والمطلق، وذلك أن دلالة العموم أنه يفيد الشمول، ودلالة العام ودلالة المطلق أنه يفيد الإطلاق الإبدالي كما تقدم بحثه. القاعدة 37: ليس لللفظ المطلق إلا صيغة واحدة وهي النكرة في سياق الإثبات. إذن كل نكرة في سياق الإثبات فهي لفظ مطلق، وهذا بخلاف اللفظ العام فإن له صيغا، ومن ذلك النكرة في سياق الاستفهام والشرط والنفي والنهي والامتنان والدعاء كما تقدم. أما المطلق فليس له إلا صيغة واحدة وهي النكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى: فتحرير رقبة، فالرقبة التي تحرر واحدة، لكن لم تحدد هذه الرقبة، قد تكون رقبة فلان أو فلان أو فلان على وجه الإبدال، ومنها هنا صارت مطلقة لأنها لم تقيد برقبة معينة. تنبيه: تعامل الأفعال معاملة النكرات، فإذا الفعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق كما أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. القاعدة 38: لا يحمل اللفظ المطلق على اللفظ المقيد إلا إذا اتفق في السبب والحكم. وهذه قاعدة مهمة، وهي أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في السبب والحكم. وقد أجمع العلماء على هذا، حكى الإجماع جماعات منهم القاضي عبد الوهاب وإلكي الطبري وغيرهما. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين: فصيام 3 أيام. وفي قراءة ابن مسعود قال: فصيام 3 أيام متتابعات. فإذا القراءة المشهورة وهي قراءة فصيام 3 أيام تحمل على قراءة ابن مسعود، أي أن تكون متتابعات. ففي مثل هذا يحمل المطلق على المقيد لأنه قد اتفق الحكم والسبب. أما السبب فهو أنه كفارة يمين، أما الحكم فهو الصيام.
فقوله فصيام ثلاثة أيام، صيام نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. وقوله في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذا مقيد بكون الصيام متتابعا، ففي مثل هذا يحمل المطلق على المقيد باتفاق الحكم والسبب. من المهم لطالب العلم أن يميز في النصوص المطلقة والمقيدة بين الحكم والسبب، وفي هذا الحكم الصيام والسبب كفارة اليمين. أما إذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد إجماعا، حكى الإجماع القاضي عبد الوهاب وغيره من أهل العلم، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال في الوضوء وأيديكم إلى المرافق. ففي مثل هذا اختلف الحكم والسبب. أما الحكم ففي السرقة القطع، وفي الوضوء الغسل. أما السبب ففي السرقة سبب القطع السرقة، أما في آية الوضوء فسبب الوضوء فسبب الغسل الوضوء والتطهر. فإذا اختلف الحكم والسبب، فعلى هذا لا يحمل المطلق على المقيد. وقد يتفق الحكم ويختلف السبب، وهذا على أصح القولين لا يحمل فيه مطلق على المقيد لأنه لا دليل على ذلك، كقوله تعالى في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فلا يقال إن الرقبة التي تكون كفارة في الظهار يجب أن تكون مؤمنة لحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل، وذلك أنه وإن كان الحكم واحدا وهو العتق وتحرير الرقبة، إلا أن الحكم إلا أن السبب اختلف، ففي الظهار السبب كفارة الظهار، وفي القتل السبب كفارة القتل، إذن اختلف السبب، فهنا لا يحمل مطلق على المقيد. وإن كان على الصحيح لا تعتق رقبة في الكفارات إلا وأن تكون مؤمنة، لكن ليس لأجل الحمل المطلق على المقيد وإنما لدليل آخر. وقد يتفق السبب ويختلف الحكم فلا يحمل مطلق على المقيد، كالأمر بغسل اليد في الوضوء والمسح في التيمم، فإن الحكم واحد وهو التطهر المعذرة، فإن السبب واحد وهو التطهر، إلا أن الحكم مختلف، ففي الوضوء الغسل وفي التيمم المسح، ففي مثل هذا على أصح القولين لا يحمل مطلق على المقيد. إذن الخلاصة لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق الحكم والسبب. وأكد ينبغي لطالب العلم أن يدقق في النصوص الشرعية بأن يحدد اللفظ أولا أهو مطلق أو عام، ثم إذا حدده وتبين له أنه مطلق ينظر في النص الآخر وينظر في فيما يريد أن يحمل مطلق على المقيد، ينظر في الحكم والسبب، لا بد أن يميز بين الحكم والسبب. القاعدة 39 لا يعمل بالنص المجمل والظاهر حتى يعرف المراد منهما مع وجوب العزم على العمل بهما إذا تبين المراد، وهذه قاعدة مهمة إذ ينبني عليها معرفة الفرق ومعرفة كيف التعامل مع
اللفظ المجمل واللفظ العام. يشترك اللفظ المجمل والعام في أن كليهما يحتمل أكثر من معنى، إلا أن اللفظ المعذرة يشترك اللفظ المجمل والظاهر في أن كليهما يحتمل أكثر من معنى، إلا أن اللفظ الظاهر يعرف معناه من الدليل نفسه بأن ينظر إلى الأكثر استعمالا. فإذا علم المراد منه بالنظر إلى الدليل، إلى الدليل نفسه، وسيتضح هذا أكثر إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. أما المجمل فهو يحتمل أكثر من معنى، لكن لا يعرف المراد منه إلا بالنظر إلى دليل آخر خارجي، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. القاعدة 40: يعمل بالنص المجمل بعدما يتبين المراد منه، وبعد ذلك يسمى مبينا، وذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالقرء لغة يحتمل أن يكون معناه الطهر، ويحتمل أن يكون معناه الحيض، لكن بفتاوى كبار الصحابة كما قاله الإمام أحمد أنه بفتاوى كبار الصحابة يتبين أن معناه الحيض. فإذا تبين معنى القرء بالحيض بدليل خارجي، فهذا اللفظ لفظ مجمل لأنه لم يتضح معناه بالنظر إلى الدليل في نفسه، وإنما بمرجح خارجي. وبعدما ترجح وتبين المراد يسمى بعد ذلك المبين، لأنه تبين وظهر المراد منه. القاعدة 41: يعمل بالنص الظاهر لعموم، يعمل بالنص الظاهر بعدما يتبين المراد منه بكثرة، بأن يكون أكثر استعمالا، أي بمرجح في نفسه. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله: وفي سبيل الله. فقوله وفي سبيل الله يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أن يراد به الجهاد، ويحتمل أن يراد به الحج، فتدفع الصدقة للمجاهدين، فتدفع الزكاة للمجاهدين، أو تدفع للحاجين. وقد اختلف العلماء على هذين القولين، ووجد قول بعد ذلك محدث متأخر ولا ينبغي أن يلتفت إليه، وقال إنه يحمل على جميع سبل الخير، وهذا خطأ قطعا وليس هذا موضع بيان ذلك، لكن لفظ وفي سبيل الله يحتمل هذين الأمرين. قال ابن قدامة: وقوله في سبيل الله في الآية يحمل على الجهاد، لأن أكثر ما يطلق وفي سبيل الله، لأن أكثر ما يطلق في سبيل الله على الجهاد، فإذا يحمل على الجهاد من باب الظاهر. لاحظوا، فهم معناه بالنظر إلى نفسه، لا إلى مرجح، لا إلى مرجح خارجي. تنبيه: يجب العمل باللفظ الظاهر للأدلة التي أمرت بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولإجماع الصحابة كما حكاه الزركشي، وأكد أن المراد بالظاهر أي ما تبين معناه من الاحتمالات وصار الأكثر والأرجح استعمالا. القاعدة 42:
العمل بالاحتمال المرجوح لدليل صحيح يسمى مؤولا. قد تقدم أن اللفظ الظاهر يحتمل أكثر من معنى، وأن الأصل أن يعمل بالمعنى الأرجح بالاحتمال الأرجح لكثرة استعماله، لكن لو دل دليل خارجي على أن الاحتمال المرجوح هو المراد فإذن يعمل بهذا الاحتمال المرجوح لدليل آخر ويسمى النص بعد ذلك مؤولا. ومن أمثلة ذلك أن الأمر يقتضي الوجوب كما تقدم، وهذا هو الظاهر من كل أمر في الكتاب أو السنة، لكن إذا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لدليل خارجي فيسمى مؤولا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر. يوتر، لفظ يوتر فعل مضارع مقرون بلام الأمر فيفيد الوجوب، وهذا الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، لكن الاحتمال الراجح والأصل هو الوجوب كما تقدم، لكن دل دليل خارجي على أن الاحتمال الراجح ليس مرادا، وأن المراد الاحتمال المرجوح، وهو أنه للندب، والدليل الخارج هو إجماع أهل العلم الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. القاعدة 43: إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال. هذه قاعدة عظيمة تكثر في كلام أهل العلم، وهو أنه إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال. ومعنى هذه القاعدة: من أراد أن يستدل بنص على أمر وهذا النص يحتمل أكثر من معنى فإنه لا يستدل به، لأنه يحتمل أكثر من معنى احتمالا متساويا، فليس العمل بأحد الاحتمالات أولى من الآخر. ففي مثل هذا يقول العلماء: إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة توارد عليها العلماء، وهي كثيرة في كتب الفقه والأصول، حتى قال شيخنا ابن عثيمين في شرح ممتع: قد توارد عليه العلماء وقد صدق، فلا تكاد تجد كتابا أصوليا إلا ويذكرها، ولا فقهيا إلا ويطبقها ويذكرها إما بنصها أو معناها أو بتطبيقها، وهي قاعدة مهمة للغاية. لكن ينبغي أن تقيد بقيد، وهو إذا توارد الاحتمال المتساوي بطل الاستدلال، وإلا إذا كان أحد الاحتمالات أرجح فيسمى ظاهرا كما تقدم، أو إذا دل على أحد الاحتمالات دليل خارجي فيسمى مبينا. إذن يشترط في هذه القاعدة أن تكون الاحتمالات متساوية، وقد ذكر هذا الشرط القيد الغزالي في كتاب المستصفى، وابن قدامة في كتاب روضة الناظر، وذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وذكره المعلم رحمه تعالى في كتاب الأنوار الكاشفة. فالعلماء يختصرون هذه القاعدة بقولهم: إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال، والمراد إذا توارد الاحتمال متساوي، والاختصار مشهور في لغة العرب في استعمال أهل العلم إذا كان المعنى المراد مفهوما، كقول الأصولي: الأمر للوجوب، هذا اختصار، وإلا من باب التفصيل يقال: الأمر يقتضي الوجوب. وفي لغة العرب إذا قيل له: أأنت محمد؟ تقول: نعم. وهذا اختصار لكنه مفهوم. فإذا العلماء يختصرون هذه القاعدة بقولهم: إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال،
وإلا المراد الاحتمال المتساوي. تنبيه: رأيت بعض المعاصرين شدد على النكير على هذه القاعدة وزعم أنها من قواعد البدع، وقد أخطأ قطعا، بل العلماء متواردون على هذه القاعدة من أئمة السنة إلى من بعد، ما بين التنصيص باللفظ أو المعنى أو التطبيق. القاعدة 44: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. هذه قاعدة عظيمة، وقد عزاها أبو المظفر السمعاني إلى جمهور أهل العلم، وهي قاعدة صحيحة، فإن مقتضى نصح الله لعباده ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن الدين قد كمل وبين كل شيء، يتبين أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فلا يمكن أن تحتاج الأمة شيء، أن تحتاج الأمة شيئا ولا يبين لها. فكل ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما احتاج الناس إليه قد بين، وما لم يبين فيبقى على أصل وهو الجواز. وبعض العلماء يعبر بقوله تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا تعبير صحيح، وإن كان الأحسن في ظني والله أعلم أن يقال تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. تنبيه: ذكر الزركشي رحمه الله تعالى أنه قد يؤخر البيان عن وقت الحاجة لمصلحة راجحة، ومثل له بحديث المسيء في صلاته، وفي هذا التمثيل نظر والله أعلم، إلا أن التأصيل صحيح، فإن الشريعة قائمة على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. القاعدة 45: تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز. وقد عزى ابن عقيل هذا القول إلى جمهور أهل العلم. ومعنى تأخير البيان عن وقت الخطاب أي أن الشريعة قد تأمر بشيء ولا يأتي وقت فعله، فتؤخر بيانه حتى يأتي وقت فعله، فقد أمرت الشريعة بالحج قبل أن يأتي وقت فعله، لكن لما جاء وقت فعله وأدائه بينته. فإذا تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، فقد خاطبت الشريعة بالحج قبل فعل الناس له ولم تبينه، لكن لما جاء وقت فعله في عام حجة الوداع بينته الشريعة. وتذكر هذه القاعدة حتى لا تختلط مع القاعدة التي قبلها. وبهذا ينتهي درس اليوم. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا. أقول الله يغفر لك والديك والسامعين. فرق كبير بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ينبغي أن يعلم أن الأصول هو طريقة الاستدلال والتعامل مع الأدلة، كقول إن الأمر يقتضي الوجوب، إن النهي يقتضي التحريم، إن النهي يقتضي الفساد. فإذا الأصولي يتعامل مع النصوص بالقواعد الأصولية، حيث إنه إذا رأى نصا فيه أمر قال هذا يقتضي الوجوب، وإذا رأى نصا فيه نهي قال هذا يقتضي التحريم. فلاحظوا مع الأيام سيدرس المسائل مسألة تلو المسألة بالقواعد الأصولية، فينتج من ذلك دراسة مئات المسائل. إذن الوصول إلى حكم الله في هذه المسائل هي بالقواعد الأصولية. فإذا انتهى الأصول وأعمل القواعد مع الأدلة فنتجت هذه المسائل ونتج حكمها، بعد ذلك ينظر العالم في النتائج المتشابهة إن صح التعبير، فيجد أنه بعد دراسة مئات المسائل أن الشريعة تقرر أن المشقة تجلب التيسير، كل ما وجد مشقة
فإنها تيسر، كما قال الشافعي كلما ضاق الأمر اتسع. فيخرج من ذلك بقاعدة تسمى قاعدة فقهية، وهي أن المشقة تجلب التيسير. ومثل ذلك لما نظر في هذه المسائل الكثيرة وجد أن الأمور بمقاصدها، فتخرج قاعدة بأن الأمور في مقاصدها. إذن إذا تأملت في مثل هذا تجد أن القواعد الأصولية تستنبط نتيجة إعمال تجد أن القواعد الفقهية تستنتج نتيجة إعمال القواعد الأصولية على الأدلة الشرعية، ثم بعد ذلك تنتج مسائل كثيرة في ما يمكن أن يجمع تحت أمر كلي يسمى قاعدة. أسأل الله أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا. وفصلت هذا أكثر في شرح القواعد الخمسة الكلية، وقد نشرت المجموعة في هذه المجموعة، جزاك الله خيرا.